انتظام، فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن البوتاسيوم. إنه ضروري لنقل السيالة العصبية ولانتظام ضربات القلب. في المتجر الكبير نجد البوتاسيوم في الماوس، الكمثرى، الكرز، البازيلا، الفول، الفاصوليا، والحليب المنزوع الدسم. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالبوتاسيوم. انظروا، البوتاسيوم موجود في الماوس، الكمثرى، الكرز، البازيلا، الفول، الفاصوليا، والحليب المنزوع الدسم. البوتاسيوم ضروري لنقل السيالة العصبية. البوتاسيوم ضروري لانتظام ضربات القلب. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجسام قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. اسمعوا واستنوا نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.